كنت هناك في في الاستوديو اللايف في هنا التوليد لايف، الزرقاء في ده. اللايف اتفضل. اولا بالاول سوريان جميل ده، زول ده كان كده، كان هو طلع عشان كان ده يمشي يقضى الناس ويقول لي قال هو انشقى وما انشقى، شغله كان كله لابا، كان ده يقضى الناس. فاي زول في دام الفريق انشقى مشى للتاويت الزرقاء له تلقى طوال ما تستوله، كيف ما نستقبله؟ كغصو ذاته. ما هو مورث في النهاية برضو، هيعمل نفسه ورقاته. ما هو ما عنده روس صفات لا لا بتعمل لا ما لا تعمل. لا لا، لو ان احنا نشوف الزول الجانب من الدعم السري ده، اول حاجه سلاحه ده بنجرده ونستلمه منه كويس، بنديم اسلحه خفيفه. لا لا، بنديم اسلحه اها، خفيفه، لكن نديه طلقه كيف؟ ما هو ذات الدم يزمك زول. انت كان تعرفه سيرة ذاتية بتاعه عرفته؟ معلش، رقمي كان عمل اي شيء، لو زول عمل اي شيء فات هناك وقرف الحاصل وانشق جانا، نقول له لا لا انت ما زول نمشي. اسمع طيب طيب طيب، الليلة ده، ده الليلة ده قبضوه ولا مسرحية؟ مزرعة عمله هو ذاته، ما اسمه ده ساكت يعني. انت منو؟ هو اصلا كان انا ما شغال ادري في اسمك. مدرسة، انت كنت شغال، لحظة لحظة، انت كنت شغال معه؟ دليل. انا ما مشكلة، انا كنت شغال معه، لا انت ما طيب اسمع الكلام ده. طيب اها، انت كلامك ده هنا اول حاجة في اللايف ما بظبط. يعني احنا بنعرف ان الزول ده كان عنده اتفاقية معاه، والمهم جاء ب 10 تاشيرات انشق منه، وبعد ذاك جا قاعد حجموه الليله وقبضوه. وكان ده اللي نحن اللي بنعرفه. سيرته كعب شين، جيب لي حركه واحده سيرته كويس، قول لي حركه في لعب ما قتل. ما في هو وقت شرب ما في، كله جد ما بدون يتم استثناء كله لاي زول. ساكت ما يا يتم. حركه ما قتل، يا حركه ما اخسر الناس وضربهم وبشتنهم وبتاع. داكم مشاكله الشخصية الأمارة، داكم زول فات وقع اتفاقية، جرى راجع لنا نحن بنستلمه ونستلم سلاحه ونستلم تاتشيراته. الليلة التاتشيرات ده حتى لو مسرحية، لو دخل جبل مون يقدر يسوي لنا حاجة في جبل مون هو؟ مالو ايام دول كله لو مستعجل لا، يسوق لو وقت جانا في الوقت جبل هذا مون، عشان يرجع لو يسوق. جانا في جبل مون يا اخوي، يعني احنا بنعرف دقو جغمو وشالوا منه التاتشيرات، ده اللي بنعرفه، ما بنعرف اي مسرحية. ولا شوف، انا ده اقول لك ولا حاجة، لا 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 لا، احنا بنعرفه، قبضوه عديل ودقوه وكلبشوه وودوه زيه وزي اي غنمايه، لانه غبي، لانه بليد. لكن ما في زول ما انشق، دي مشكلة معلش اللي انا جاي اسمع. ايوه، عشان ما في حاجه، انا ما بعرف مسرحيه، انا بعرف زول ده انشق عديل، طلع لنا لايفات وقلنا الحمد لله على السلامه، الليله قبضوه، الموضوع انتهى. لو كان اصلا هو زول ذكي وزول كويس، كان طوال يمشي جبل مول. الجبل مول لما نيجي جبل مول طوالي بنستلم التاتشيرات ده، كان ده اضافه بالنسبه لنا حقيقه ولا ما حقيقه؟ يعني هسه لو في اي عسكري انشق جانا في محلنا ويلا دي جال للمواطنين قال يا جماعه خذوا السلاح، نقول له لا لا انت معرس؟ ما بيزبط يا زول. لا 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 لا، ده دي ده لا 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 ده شوف دير. في الشارع لا وممكن لا معلش، لا لا معلش، ده عرس مكان عرس الحقيقي عرس يضرب لك معرس ساكت، بدل يجينا يسلمنا السلاح سلموا لسياده تاني، لانه اصلا هو ما نافع. كويس؟ نقول لك هو ما نافع ما زمان. هي ما نافع، لكن لما انشق حقيقي. لانه وما يصير الحاجات دي ما تعمل شوف ان احنا بنعرف السياسات بتاع، شوف خطاب بتاعت هيمتي ده، ان احنا بنعرف لو نفصصه لك من وشه، لو زعلان ولا مرتاح، هيمتي بالذات واخوه بنعرفهم لك عديل، وحتى الله يفاتيه حقهم بنشخصهم لك تشخيص، بنعرف الزول ده بيتكلم من جواه ولا من فراغ، كذاب ولا منافق. وبعدين كلامهم اللي قاعد يقولوا ده كله في الجروبات ده، انا قاعد اجيبه هنا ولا ما قاعد اجيبه؟ تجيبه بس وتقول له انا معناته ما في سر، معناته ما في سر، ما في سرهم سر ذاته مكشوف هنا، سرهم السر ذاته، بتاعه ده ابويا. السر حقهم ذاته لو كان اصلا في خدع، يعني احنا السر حقهم ده كان جبناه هنا، ما في سر الا يتكلموا بتلفونات بيناتهم كده معلش، لكن جروبات دي كلها مخترقه منتهيه. المهم تحياتنا، ده سجمان ساكت يا زلمه، ده سجمان ساكت، المفروض كان يسلمنا السلاح ده هنا، ما في حاجه اسمه هو وسخ بس، ما اكتر من كده. وناس الدعم السريع قبضوه حقيقه، ما بقدر اتنين يتغلطوا، قبضوه عديل جغموه وشالوه، ان شاء الله يقطوه حتت حتت، مالنا ماله، لانه ما خدمنا،
وداير راكب راس داير يعمل حركه براو، حركه بتاعت هبوبتك، حركه بتاعت 10 تطشرات. دي وين دي؟ دي ما حصلت في الدنيا ذات. طيب مرحبتين، مرحبا بك يا بطل، لك التحية والتقدير. وأقول لك يا أخي، قدام تخطيط السوق، وأنا داير أقول يا أخي، أول بارتباط برنامج الأخير مع أخير دي، دي شنو دي؟ فبركة. ما في حاجة اسمه حبيبنا، أوي حبوب، ما في بفرقة. أوي أنا ما أنا 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 لابس بامبروس، ما خلاص دقيقة، أنا ما لابس بامبروس. أوي أي حق مارك، حق مارك، حق مارك. أوي يا زول، الفبركة بتاعت شنو يا زول؟ كلام ده حقيقي يا زول؟ أنا لابس بامبروس؟ لا أنا شغال لايفات هنا من فراق، ولا جيت أتعلم هنا في اللايفات ده. أوي ما تقول لي فبركة، ده كلام حقيقي، اتفصل حقيقي، وانجغم حقيقي، وضربوه حقيقي، وكتفوه حقيقي. دار تورينا الجنجويت هم منو ولا شنو ولا الحاصل شنو؟ زول حبوب، لا زمان كان في ريحته لشنو لما الفبركه، لما جينا اشتغلنا له اللايف ده مع الرصين التابعين له، تتبلوا انتوا وجنجويتكم عفن ولا شنو يا زول؟ زمان لما جينا اشتغلنا لايف ما تقول يا احمد هوي هوي هوي، الكلام ده ما تشتغل له لايف، ما تفرح له. الزول ده برنامج واحد اثنين ثلاثه، ليه كلكم جيتوا وقفتوا معاه مناصرينه؟ الليلة لما تم بلو دار تجي تقول لي لا لا والله يا دام من الدام، انت وسخ ولا شنو يا زول؟ دام السرير زعطوه عديل، عارف زعطوه؟ يا زول خليني يا زول، توحيد الزرقاء ده بس ده الماشي، ده الشغل الماشي، وده اللي بحرر البلد، خلاف الشغل ده ثاني ما فيه شغل، وجبل منتهياتنا ليه؟ لا زمان انا لما اشتغلت لايف ما تجي تقول لي يا احمد استوب، ولا تطلب كل الناس طلبوا لايفات، كانوا في ريحته ولا ما في ريحته؟ لا الليله الجديد شنو الجده شنو؟ انت قالك انا لابس بامبروس هنا؟ دار تخمني بالخله ثاني؟ وين؟ تم بلو يا زول، انجغم انجغم جغمه محترمه ويستاهل، لانه السلاح ده لو كان وزور المواطنين نقول له تحياتنا، لو سلموا ناس جبل مون نقول له تحياتنا، لكن لا قالوا ناس الدعم السريع طلوه لي شنو مثلا؟ يطلوه كده بس، ده قبيلة فلان طلوه، بعدك جيبوا معه برضه من اسنياتهم خطوم ودوهم في منطقة فلان، تاني تعال دقوا ذخيرة كده وحمة وقولوا قبطناه وجيبوه خطوه، يعني كده يعني؟ لا ولا طلوه الجبل قال له امشي شمشم لنا الخبر ده من الجبل، وبعدك عشان نمشي نطلع الجبل نقبض جماعة عبد الواحد. لا حسي مين طلع الامل شنو مثلا؟ عمل شنو مثلا؟ جاب لهم شنو يعني؟ جديد شنو يعني؟ ضاف لهم شنو مثلا يعني؟ هنا صدام السريم محتاجين انه هو يكون لهم بتاع استخبارات؟ ما موزعين في دارفور ده 24 ساعه قاعدين، محتاجين له يعني؟ يلقى لهم استخبارات ولا معرس؟ ولا قال له امشي جبل مون، فات لجبل مون شقنا جبل مون ورم اسرار جبل مون، هناك عندهم كم بندقيه ولا كده؟ وين فاتهم؟ محله اللي قاعد فيه ذاته وين؟ يا دو منطقه. هاي انت قالك انا لابس بامبروس؟ لا شايفني انا قاعد اسهل في لباسي حبيبنا؟ الكلام ده كان تقوله قبل، لما جاب لنا السلاح لما انشق ما كنا كلنا فرحانين، وانا من اول اللايفات رفعت له لايف وفرحنا جدا، وكلمته ثلاثه لايفات قلت له امشي جبل مون، ابا ركب راس ده يعمل حركه براو، ما في ثاني حركه براو، اوي اوي ما في ثاني 500 حركه، في حاجة اسمه حركة توحيد الزرقاء. جبل مون حبابك ألف، تقعد هناك تلقى مليشة، ولا تلقى مليشة مع المواطنين، ده الشغل الماشي. لكن دار تركب راس براك وأنا وتعال يا قريبي ويا حبوبتي، دي تاني ما بتاكل إيش. يعني إحنا توحيد الزرقاء ده جامع كل القبائل في بوتقة واحدة، عجبك ولا غلبك؟ ما تجي الليلة الجديد تجي تقول لي لا لا والله يا أخي هو ناس الدعم السريع محتاجين. اقسم بالله ناس الدعم السريع ده زارعين فينا نحن، فينا نحن مع الرصين وقس على ذلك والادارات الاهليه، محتاجين من الجربوع ده انه يجيب يقلب استخبارات مثلا؟ انت وهم ولا شنو يا زول؟ انت قاعد تتكلم مع منو يا زول؟ انت مسكين ولا شنو يا زول؟ هو ناس الدعم السريع زارعين عديل في مواطنين عديل زارعينهم عديل في نصنا، لكن نحن بس ركوب راس كده شغالين بس. ادارات الاهليه ده ما مننا وفينا زارعينهم لنا؟ هنا صدام السريع الجنجويد محتاجين لواحد جربوع كده، يرقوه ويقعد معاهم كم سنه وبعد ذاك يفكوه عشان يعمل شنو مثلا يعني؟
عشان يوصل لهم معلومات، معلومات يعني مننا نحن ونحن عندنا شنو.